يعني عندنا وجهين، القرارات العراقيه دائما قرارات خجله بحق الحقوق العراقيه، لكنه يبدو ان هنالك جهات اخرى تريد ان تصعد هذا الموضوع وتريد ان تجعل هذا الموضوع يدخل باتجاهات الدوليه، وبالتالي تحاول الحرب الانابه، تحاول استخدام العراق والارض العراقيه والسياسيين العراقيين كادرع لها لخوض حرب بالنيابه عن امريكا وان يوالي امريكا ضد ايران، على اعتبار هنالك معسكران اليوم بالعراق، المعسكر الإيراني والمعسكر الأمريكي، وهم متحاربين في بينهم ولديهم حرب مخابراتية وحرب انتقاء الأهداف، وبالتالي الكل يحاول تحشيد أكبر عدد ممكن من المتعاونين أو التوغل بالضمن التشريعية والتنفيذية لحصد القرارات لمصلحته، وبالتالي الحقوق العراقية مغيبة تماما. لو راجعنا منذ 2003 ولحد هذا اليوم كم الانتهاكات بحق الحقوق العراقية؟ اولا العدوان الامريكي على العراق منذ 2003 كان بدون تفويض عمومي، وكان هنالك ذريعه على وجود اسلحه دمار شامل بالعراق، وبالتالي تقرير الفريق المسؤول عن كشف الاسلحه او عن الكشف عن اسلحه دمار شامل الى 2009 قرر او صرح انه لا وجود لاسلحه دمار شامل بالعراق. اذا العدوان على العراق بني على مشروع باطل، وما بني على باطل فهو باطل، ولا وجود لسياسي عراقي يحاول مطالبة أو مقاضاة أمريكا جراء جريمتها على العراق. عشرات الآلاف بل مئات الآلاف انتهكت حرماتهم، ومن قتل ومن جرح ومن تعوق ومن صادرت حقوقه ومن هجر ومن قتل ومن غيب، فبالتالي كل هؤلاء دماءهم هي برقاب السياسيين العراقيين الذين جاملوا على حساب العراق. ساسة العراق هم عباد الكراسي وعشاق الكراسي يجاملون على حساب المصلحة العراقية، هدفهم الوصول والتوغل في هرم السلطة على حساب كل الحقوق وكل الحرمات. إذن الحرمات منتهكة بفضل ساسة العراق. كذلك هنالك عدوان على شمال العراق من قبل الجارة تركيا، وأيضا هنالك صمت حكومي وحتى صمت من قبل بعض الساسة والكتل السياسية، ولا وجود من يداعي لحقوق